13 هتلاحظ ان التأثير ده حصل معايا في الجزء الثاني. الحائط اللي بعده دبل كليك واقول له بوش بوينت 13. دي فايدة الميك كومبوننت اللي احنا شغالين بيها. جميل، هيفضل معايا الحوائط الخلفية. هبتدي ارسمها ازاي؟ بنفس الطريقة بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا بيها الحائط الامامي. هنعمل ايه؟ هنبتدي عايزين نرسم هذا الحائط. هرسمه ازاي؟ هبتدي امر لاين وابتدي اضغط كليك على النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي اهو كده لحد ما اوصل للنهاية. بهذه الطريقة هيتكون معايا سطح. اخش جوه السطح ده اختاره كليك يمين اقول له ميك كومبوننت كرييت. خلصت ده هبتدي اخش على اللي بعده. ممكن بامر المستطيل ابتدي ارسم الجزء ده كده اهو، واقول له دبل كليك كليك يمين ميك كومبوننت كرييت. كده انا خلصت الحائط ده والحائط ده. هاخد الحائط اللي بعده بالمره وابتدي اقول له مستطيل هات لي هذا الحائط. بالطريقه دي هيتكون معايا سطح. دبل كليك كليك يمين ميك كومبوننت. انا ابتديت ارسم بسرعه شويه على اساس ان ايه الاوامر سهله وبسيطه. بعد كده هخش جوه الكومبوننت ده واقول له بوش الى اعلى، بوش الى اعلى 3 متر، وابتدي اقول له كليك موف كنترول هاتها لي في الجزء ده كده، وتعالى بامر السكيل وابتدي تعالى من النقطه دي كده كليك واسحب عشان اعمل ميرور. هيحصل قفزه اهو، هيحصل قفزه. اذا انت كده شغلك مظبوط. بعد كده امر موف تعالى هاتها من النقطه دي، هاتها لي في النقطه دي كده شغلك مظبوط. بعد كده عايز اخليه مثلا 25، هخش جوه اي واحد فيهم دبل كليك واقول له خلي الحيطه دي بوينت 13 انتر. تعالى الجهة الأخرى بوينت 13 انتر، بمنتهى السهولة والروعة. ممتاز جدا. تعالى للحائط اللي بعده دبل كليك بوش لأعلى 3 متر بهذه الطريقة. وبعد كده اخرج بره الجروب واختار الحائط وقول له موف كنترول وهات لي نسخة كده بره، آسف كنترول ونسخة بره ميرور او امر سكيل مظبوط من الجزئيه دي كده كليك واسحب للجهه الاخرى. هتحصل قفزه، اضغط كليك. بعد كده اقول له موف من النقطه دي هاتها لي يا باشا فين في النقطه دي اهو كده شغلك مظبوط. اخر حاجه الحائط ده والبلكونه هنعملهم ازاي؟ نفس الكلام، هخش جوه هذا الحائط اقول له بوش الى اعلى 3 انتر. ممتاز. بعد كده ابتدي اختار هذا الحائط وقول له موف كنترول وخد نسخة سكيل وابتدي اعمل له ميرور، اضغط كده واسحب. الله مظبوط. وابتدي اقول له موف من النقطة دي هاتها لي في الجهة دي كده انا شغلي مظبوط. اللي بعد كده ممكن اخش جوه الحائط ده واقول له بوش الاعلى بوينت 13. هتلاحظ ان التأثير ده حصل معايا في الجزء الثاني. الحائط اللي بعده دبل كليك واقول له بوش بوينت 13. دي فايدة الميك كومبوننت اللي احنا شغالين بيها. اخر حاجة معايا في الفيديو البلكونات. هبتدي ارسمها ازاي؟ وليكن هذه البلكونة. هبتدي كليك 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 كل اللي عملته ان انا مشيت على الحدود. بعد كده هقول له دبل كليك كليك يمين ميك كومبوننت كرييت. البلكونة اللي بعدها هاخدها برضو للمنتصف. ابتدي اول اخلص دي هقول له دبل كليك بوش الى اعلى بوينت 60 انتر. بعد كده هبتدي اختارها واقول له موف
كنترول كليك وابتدي اجيبها الجهة الاخرى بالطريقة دي، واقول له سكيل واسحب لي من النقطة دي كده للجهة الاخرى بالطريقة دي، كليك موف هاتها لي من النقطة دي، هاتها لي في النقطة دي. ليه انا بشتغل بالطريقة دي؟ عشان خاطر انا ده مبنى متماثل، فاي تشكيل اعمله في جهة هيظهر لي في الجهة الاخرى. البلكونة الاخيرة بتاعتي او اخر جزء في الفيديو بتاعي، ابتدي اخد امر لاين واضغط كليك ما بين هذين الحائطان، وابتدي اجيب المنتصف بتاع المسافة دي بالطريقة دي. بعد كده هقول له امر لاين، وابتدي امشي على الحدود بتاع هذا الحائط لحد المنتصف بالطريقة دي اهو كده، وابتدي اشيل الزوائد بتاع الخطوط بتاعتي، واقول له دبل كليك، كليك يمين مي كومبوننت، واقول له كرييت، اخش جوه الكومبوننت واقول له بوش الى اعلى بوينت 6 0 انتر بالطريقة دي. بعد كده هخرج بره الكومبوننت واختاره حائط، واقول له موف كنترول، واخد نسخة واسحب، ثم بعد كده اقول له سكيل من النقطة دي واسحب الجهة الاخرى علشان اعمل له ميرور، واقول له موف من النقطة دي لحد النقطة دي بهذه الطريقة. كده يبقى انا خلصت او قدرت اخلص الحوائط بتاعتي. اخر خطوة هعملها في الفيديو ان انا هبتدي اختار جميع الحوائط بتاعتي، وليكن بالطريقة دي. ممكن اختار الحوائط دي كلها، اعمل سيلكت من الشمال لليمين، هيبتدي يختار لي جميع الحوائط بتاعتي. هقول له موف من نقطة ثابتة وليكن هذا العمود، اقول له موف كليك اهو، وابتدي لنفس النقطة في عند العمود اهو، واقول له كليك، هلاقي ان الحوائط بتاعتي نزلت معايا في المسقط او المبنى بتاعي مظبوطة وما فيهاش اي مشكلة. واضغط كليك بره عشان اخرج بره السلكت، هلاقي ان كل الحوائط بتاعتي نزلت سليمة ومظبوطة في المبنى بتاعي. الفيديو القادم ان شاء الله هنبتدي نكمل بناء المبنى بتاعنا. الفيديو انتهى، يا رب يكون قدم الإضافة لحضراتكم، يا رب يكون مفيد لحضراتكم. أشكركم، ما تنسوش الإعجاب، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش مشاركة الفيديوهات لأصدقائكم لتعم الفائدة. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.